جميعهم اليوم في هذا المكان للتظاهر وللتنديد بسوء الخدمات وأيضا للإجراءات القمعية والتعسفية اللي طالت عدد من المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم وسقوط عدد من الشهداء. وهؤلاء هم أبناء المدينة، أبناء المدينة الأصلاء بكل أطيافهم وبكل ألوانهم تجمعوا في هذا المكان، وليسوا مندسين كما يزعم البعض، بل هم أبناء المدينة الأصلاء. جئنا اليوم هنا لأننا نتعرض إلى ظلم كبير جدا تم تهميشنا. يعني الآن المواطن العراقي يعيش مأساة حقيقية، سوء الخدمات، بطالة، الشباب الخريجين عاطلين عن العمل، ومطالب الجماهير كثيرة. يعني هناك مدير بلدية في الناصرية، مدير بلدية في الناصرية وصل الفساد به إلى حد كبير جدا، وحاولنا مرارا وتكرارا أن نقيل هذا الرجل ولكننا لم نستطع، لأن وراء حيتان فساد تشترك معه. فنتمنى من الحكومة أن تسمع صوتنا، وإننا خرجنا في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقنا، ونتمنى أن تستمع الحكومة وتستجيب لمطالبنا وأن تكون جادة في تحقيق هذه الطلبات بشكل آني، وأن لا تعتبرها مطالب غير مشروعة، بل هي مطالب بسيطة جدا ومن حق كل إنسان في كل العالم، ضروريات الحياة والمطالبة بها. أحيانا نخجل، نحن نخجل حينما نقول نريد الكهرباء والماء وفرص التعيين. هذه متطلبات، مستلزمات رئيسية للإنسان في كل دول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت اليوم تظاهرا في محافظة ذي قار، محافظة ذي قار أم الشهداء، محافظة ذي قار عانت يا ما عانت، هاي صار 15 سنة وكل شيء ما متوفر بيها، لا الحكومة المحلية لا الحكومة المركزية. يعني هاي عندنا بالنسبة للعاطلين، يعني بالنسبة عندك هذول أهل التجاوزات، يعني لا ثبتوا لا المحافظ. عدة مرات نقول أهل الناصية ما يردون المحافظ نقيله، ما حد يقيله. مدير بلدية قاعد هسه قام بكيفه، يعطي تجاوزات، يعطي كرفانات وقطع بكيفه، يصرف كيفه، صار 15 سنة. وهاي الشباب محافظ ذي قار كل شيء ماكو، لا من تعيينات لا من عاطلين لا من رواتب، صار 15 سنة هاي الحكومة كل شيء ما قدمت لنا، بس مجرد وعود كاذبة. فإحنا شعب ذي قار ما يسكت بعد، ولا أريد ريشي رمزي وشيء يكون خلال 24 ساعة، ولا المظاهرات تستمر وتستمر وتستمر. بالنسبة للمندسين هذا الشعب كله مو مندس، قاعد يدافع على حقوقه. ذي قار ما تسكت بعد هذا اليوم، وإن شاء الله نواعد، وأريد أن عفو للمساجين، إن شاء الله عفو عام للمساجين. والسلام عليكم. أريد أعرف هاي 15 سنة البرلمان الأحزاب من كافة، مو واحد أو من عزلة، كافة الأحزاب كافة إيش قدمت للمواطن من خدمات، من إنشاءات، من وظائف. الخريجين على حطتهم، العمال على حطتهم، حتى عمل ما إله يرجع قوت أهله ما عده. أريد أعرف شنو السبب؟ هسه حاطين دستور بحدهم كل برلمان إلى 5 ملايين تقاعد. أريد أعرف إيش قدم، إيش سوى، رفحه إيش قدمت لما يعطيها 50 أو 60 أو 70 أو 80 مليون. أريد أعرف إيش قدمت، إيش قدم هو للثورة، حتى في سبيل يعني بعض السياسيين اللي هم مندسين، مو إحنا المندسين، مو احنا المندسين، هم مندسين في سبيل هم في ربحه حتى يستفاد. القطاع الزراعيه، القطاع الزراعيه سووا بها قرار بان يكتبون لها مصطلحات وسووا لها طابو في سبيل هم بنوها من العرجه، يعني سووها كلها ولوها البرلمان. اريد اعرف حقوق المواطن وين حقوق المواطن. اريد اعرف لا ماي لا كهرباء لا مدارس لا حقوق. أريد أعرف شو قدمتها الثورة الحكومة هاي النزيهة اللي يدعون بها نزيهة هم.
اريد دعون بها نزيها شنو يا هاي؟ اريد اعرف المواطن اللي قدمها الى شنو؟ لا كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا بلديه، كل شتى احنا غرقانين. الخصخصه اريد اعرف هاي الخصخصه، المواطن الفقير منين اجيبه انا؟ منين اجيبه؟ هاي سالفه لا عاطلين، لا حقوق مال عاطلين، لا حقوق مال عاطلين عندي. لا منين اذا صارت خصخصه منين اجيب انا؟ من شاب الخلفي؟ اريد اعرف من شاب الخلفي اجيب انا الخصخصه. مظاهرات محافظة ذي قار عندها مطالب، ما عندنا مطالب كلها شرعية. أول مرة الكهرباء، الماي، البطاقة التموينية، العاطلين عن العمل، موظفين عندنا، قانون التقاعد لحد الآن ما مشرعينه. قانون التقاعد واحد ياخذ 400 وشوية، واحد ياخذ ملايين. عمال البلدية 120 ألف كل شهرين يعطونهم، واليوم اعترف هادي العامر والله مخفرين. شاش عندكم باقين؟ طلعكم ولا شاركم؟ لخدتوه خدتوه، وخلي الشعب بحاله، ملينا منكم. ماكو شيء وفرتوا للشعب من ذاك يوم لهذا اليوم، شيء وفرتوا للشعب؟ أريد أشوف شيء قدمتوا. الفساد الإداري كثر، العالم انحرفت، يعني ماكو قدمتوا لهالشعب المظلوم. قانون التقاعد قشمرون علينا يوم الشهر الثالث وماكو متقاعد. عمال النظافة كل شهرين كل ثلاث شهور تقعون 120. الماي، الماي قطعتوا علينا، بقى بك الهواء ما قطعتوا علينا. الله ينتقم من عندكم، مين جابتكم امريكا معنا؟ والله يا عمي ملينا من عندكم. لا ماي، لا كهرباء، جوع العالم دمرت كلها. واحنا يوم هاي مظاهرات طالعه، والله انتخابات، شنو الانتخابات؟ هذا الشعب كله ثار عليكم، وينكم انتخابات؟ جبتوا الاجهزه من هناك بمليارات الدولارات، اجهزه جبتوها بمليارات الدولارات، والنوبوله العد الفذ اليدوي، كان من جبتوها؟ مليارات صرفوا عليها. لمن جبتوها؟ الاجهزه. موظف بالدوله سوي له عمليه الاخ 80 مليون. وغيره ما نقدر نحكي عني، والله ملينا وجزعنا من هالحكومة. هذا بيت شعر للعراق يقول: والذي سمك السماوات العلا وقامهن ما قام عمادا، فلا أرتضي غير المكارم معشرا، ولا أرتضي غير العراق بلادا. عاش العراق، عاش العراق. نطالب من الدولة ونطالب من كل الناس الموجودة، هاي مظاهراتنا مظاهرات سلمية، ونكرر ونقول أكثر من مرة هي مظاهرات سلمية، ما بيها ولا أريد من أي واحد يتجاوز على الدولة، ولا أريد الدولة تتجاوز على أي مواطن. إحنا مطالبنا واضحة، أولا هي إلغاء الخصخصة، لأن إحنا ناس متذين، ناس كلها عطالة بطالة، وحاليا شملت أربع مناطق بالخصخصة اللي هي حي الرافدين وحي 400 مدينة البكر وحي الامن الداخلي ببر السريع وحي المعلمين بسومر، ذن شملن بالخصخصه صار حوالي 6 اشهر. والمحافظ صدر كتاب طرد شركه هملايا، ولحد الان ماكو كتاب رسمي داخل الدوائر بحيث يقول لهم الخصخصه لغت.
احنا مطالبنا اولا تثبيت العقود والاجارات دائرة الصحة ودائرة الماي ودائرة المجاري والبلديات اللي هم صار لهم حوالي 15 سنة و 13 سنة هو يعمل بأجير يومي، ونطالب زيادة رواتب العاطلين اللي هو كل 3 شهور ياخذ له 300,000. 300,000 وين يوديها؟ المن يطيها، يطيها للماي، يطيها للكهرباء، وجاي يشوف الوضعية. وهاي الماي المقطوع صار له حوالي أكثر من سنة، والزراعة تقريبا راح تلغي بمحافظة ذيقار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقت اليوم تظاهرة تضم آلاف المتظاهرين من أبناء محافظة ذيقار للتأكيد وتجديد مطالبتهم بحقوق المحافظة المتمثلة بتوفير الخدمات الأساسية الماء والكهرباء وفرص العمل للعاطلين. عموما هذه تظاهرات لخصت أكثر من 15 مطلب تم رفعها إلى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، لكن للأسف تفاجأنا بوفد غير ممثل للمتظاهرين أن يكون يقابل رئيس الوزراء، وبالنتيجة هذه المطالب لم تصل بدقة إلى رئيس الوزراء ولم تتخذ الإجراءات المناسبة بصدتها. نأمل أن تكون هناك استجابة سريعة ووافية لمجمل المطالب، ولا سيما مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم العدالة، تأمين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما أزمة الماء والكهرباء اللي يعاني منها المواطن الذيقاري خلال موسم الصيف. نأمل أن تكون هناك استجابة عالية. حقوقهم المشروعة، واللي هي أبسط شيء لكل مواطن في هذا العالم، وهي المطالبة من أمور خدمات من ماء وكهرباء وقضاء البطالة الصراحة والواقع الخدمي والواقع الصحي. وكذلك نطلب أن تغيير النظام إلى رئاسي للتخفيف عن كاهل الدولة الصراحة، وكذلك يعني إنشاء المشاريع وتطور خدمي. ونطلب المطالب هي قالت المحافظ، لأنها خلال 4 سنوات ومس محافظة ما أدانا أي شيء الصراحة إلى محافظة ذيقار. فاليوم احنا مستمرين بالتظاهرات إلى حين قالت المحافظ وقالت مس محافظة إذا أمكن لتحقيق مطالبنا أجمع إن شاء الله، وبوجودكم إن شاء الله وبوجود هاي الطيبين الخيرين. ونطلب كذلك المتظاهرين إن شاء الله أخواننا أن تكون مظاهرات سلمية، عدم المساس بامتلاكات الدولة حتى لا يؤثر على سلمية المظاهرات. فتح تعيينات للشباب الخريجين والبطالة المقنعة الموجودة، هذا حقيقة مطلب هو يجب أن تكون بالحكومة قبل ما يطلب احنا، تنفذ الدولة المفروض قبل ما يطلب احنا. ونحن مستمرين بالمظاهرات الحين تحقيق مطالب شبابنا وعشائرنا التي نحن نكون في مقدمة المطالب بهذه المطالب. لا نريد شيئا إلا تحقيق مطالب الشعب، تحقيق مطالب المحافظة والتظاهرات السلمية. وأولادنا الموجودين ترى ما يعملون شيء خير إلا أكو مدسين يجوز يعملون هذا الشيء اللي أنتم تذكرونه. شبابنا عازمون ومؤدبين ولا يردون الخراب إلا تحقيق مطالبهم. فنرجو من الحكومة تحقيق مطالب الشعب، وأول مطلب هو إقالة الحكومة المحلية إذا بتنفذ المطالب. الكل تحكي عمي على صوت الحق، احكي ابا سايق ومن زمان. بسم الله تعالى نبارك لجماهير وثوار محافظة ذيقار بانتفاضتهم الشعبية المطالبة بحقوقهم الدستورية. نؤكد الى مطالب رئاسة الوزراء على حيدر العبادي، الناس اللي اجوا وقعدوا عندك هناك ببغداد هذول ما يمثلون الناصرية، لا شيوخ عشائرها
ولا محافظها. احنا اليوم ثورتنا ضد المحافظ، المحافظ الناصري يحيى الناصري هو عليه قضايا فساد، ومحافظة دعني احشي رحمة لوالديكم، محافظة الذيقار، محافظة الذيقار بنفسها بها شبهات فساد. احنا اللي طالبه اليوم شنو انت روحتك لبغداد طالب لي بطسات جسر السريع، الجسر اللي رابط بين محافظة الذيقار وبغداد، الناقل جسر ناقل، هي هاي المطالب؟ مو هاي مطالبنا عمي، اريد طلعونا الفساد، حربونا عبد الناصر هذه الاموال اللي اقتلسها. الله وكيلك محمد كبيلك، روح المنتزه الى حوض مال الاسماك، هذه حوض الاسماك، الاسماك اللي مربيه زين، وما حد الحكومه لا عمي الاحزاب ما نقدر عليها. متنا والله العظيم ذاك اليوم ولا صديقي منتسب سعني يقول لي كليت لحم على مود هاي الحمى الفيروسيه ماكو، يقول لي كليت لحم ظليت اوهوس، قال انت من يمتى ما ماكل لحم؟ قلت له والله من وفاه موسى الكاظم هاي المده والله ما ماكل. عمي بالعباس متنا جوع، ولكم متنا يا عالم خلصونا من هذول قضايا مطالبات اهل الناصريه، نطالب بخروج الاحزاب الاسلاميه من محافظه الذيقار. هذا مطلب اول. اسمع، نطالب هيئه النزاهه ان تاخذ دورها الفعال على المدراء العامين والمدراء الدوائر، يعني هاي المدار الدوائر الله وكيلك، هذا مدير عقار الناصريه، اسمع شبهات الفساد، هذا مدير عقار الناصريه، كان حسن الشميري وزير العدل، هاي يسوون قطع الاراضي قاموا ياخذون قطع الاراضي يسوون نشر عليها بالجريده، انا وانت وغيره قاعد نقرا جريده، ثلاث اشهر ما يطلع رايح بالجريده يسقط حقه، ادفع رسومات، غض عيني، اغاتي الله وياكم، شنو الحكي عمي؟ عالم عبالكم مضحكه؟ اليوم احنا نطالب بحقوقنا المنهوبه، على الحكومه ان توصل صوتنا. حيدر العبادي يقول الحكومة والحكومة، لك بابا انت غير انت الحكومة، لك يا ول لك شنو هالمسخرة هاي؟ ضحكتوا علينا والله، ضحكتوا علينا. حجي احنا نريد اليوم كلهم نبي لك الله، منين لكم هاي بيوت النزاهة؟ منين جبتوها يا ناس يا عالم؟ قول يا شلة السراق ذولا ما نقدرهم عمي، والله ما نقدرهم. شنو علاوي عندك؟ علوة المخدر بها شبهات فساد، علوة الاسماك اللي هسه شبهات فساد بها 360 مليون وزعوها الناصريه، قسمت الناصريه مهمشه، الناصريه ناصريه المثقفين والادباء والشعراء، ايش يصير بها الناصريه؟ ما يصير عمي، لحقونا رحمه لوالديكم، خلصنا عمي. عمي يوم من الايام انا بحي التنك اللي طلع حزب المحافظ حي التنك، انا واحد منهم. المحافظ طلع على اساس مدير البلديه يقص شوارع، فاجانا المحافظ بالليل لابد ديداشه بيضة، اجى بسياره بيضة، انا ولد اسمه سعد ورياض واقفين سعنا. المحافظ قال اليوم طلعوا لكم يقصون شوارع، قلنا له لا. خبر الولد اللي طالع اليوم مشرف سياراك الله وياه، قال له استاذي عندنا كم بتلو ندفن للعالم، نحصلنا المحافظ واقف، نحصلنا كم فلس من اهل البتلوات، صدق بالله. اهم هذه المطالب هو إقالة محافظ الذيقار الذي أصبح غير قادر على إدارة المحافظة، وتسبب بفشله بالكثير من إضاعة المشاريع الخدمية وتحقيق فرص العمل. كما نطالب أيضا بإلغاء مجالس المحافظات التي أصبحت بابا من أبواب الفساد،
أعضاء مجالس المحافظات يعملون لتحقيق مصالحهم الخاصة عن طريق التنسيق والأمر إلى بعض دوائر الدولة وإملاء بطونهم من السحت الحرام، وهذا في حين يعاني بقية أبناء الشعب في كل العراق وفي محافظة ذي قار بشكل خاص من التعب ومن القهر ومن البطالة. نطالب بإكمال وإعادة تشغيل المعامل الموجودة في المحافظة، أهم معمل الغزل والنسيج ومنشأة أور، وإكمال الطرق المعطلة، توفير الحصص المائية لغرض الزراعة لأن محافظة ذي قار من المحافظات الزراعية، الاهتمام بالقطاع الطبي. الآن غالبية المواطنين المرضى لا يستطيعون شراء العلاجات والأدوية ومعالجة أنفسهم بسبب غلاء الأدوية وارتفاع أسعار الأطباء، عدم تقديم الخدمات بالشكل اللائق، عدم وجود مستشفيات لمعالجة المرضى، مستشفيات متخلفة. نطالب بإكمال وافتتاح المستشفى التركي في المحافظة، وسوف نستمر في التظاهرات والاعتصامات لحين تحقيق مطالبنا. وشكرا. جماهير الناصرية وجماهير العراق بصورة عامة في انتفاضة لتحقيق الأهداف وليس المطالب. المطالب والوعود الكاذبة هي ذر الرماد في العيون. نحن نريد مطالب، أهداف، نريد أهداف، تغيير الدستور، تغيير النظام إلى نظام رئاسي، تقليل هذا العدد الفلكي من الأحزاب، محاسبة الفاسدين واسترجاع المال العام، وكثيرا من الأمور. لا زالت الناس تعيش حالة الفقر، البطالة، الأمراض، الوضع الصحي السيء، فقدان الأمن، كل هذه الأمور الدولة غافلة عنها، وهم يسرقون ويمرحون بين الدول وحاملين جنسياتهم المختلفة، والناس تتضور جوعا. بطالة، خريج قاعد منذ 5 سنوات 6 سنوات، أي دولة هذه؟ مسخرة، سخرية صرنا أمام العالم. دول الفقيرة حلت مشاكلها، يعني أبسط مستلزمات الحياة هي الكهرباء، الماء، أبسط مستلزمات الحياة. اذهب للشعب المصري، ذهب إلى شركة رصينة، شركة سيمس الألمانية، وأنتجوا الكهرباء. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت اليوم جماهير محافظة ذي قار ومدينة الناصرية عن بكرة أبيها المطالبة بإجراءات تغييرات دستورية جذرية، منها إلغاء الدستور الفاسد الذي يحمل من العبوات والمفخخات ما يسمح للسياسيين بالدخول في ثغراتها والتلاعب بالقانون. خرجنا لإلغاء مناصب الرئاسات الثلاثة والبرلمانيين الفاسدين، مجالس المحافظات، إقالة المحافظ أهم مطلب لأبناء المدينة، إقالة مقام المدينة أيضا من أهم المطالب، المدراء الدوائر الفاسدين ممن مضى عليهم أكثر من 4 سنوات وهم يتلاعبون في الأموال العامة كيفما يشاءون. خرجنا للمطالبة بنصرة الفقير والمظلوم، الشباب العاطل عن العمل، توفير فرص العمل لهم، توفير أي لقمة عيش كريمة وسكن كريم لعوائل الشهداء، ابن الشهيد يبيع حلاقة وابن البرلمان يصيف بيروت. أين العدالة؟ أين المساواة؟ أين تعاليم الإسلام، تعاليم الإنسانية؟ والسلام عليكم ورحمة الله. جئنا اليوم لنتظاهر ضد الفساد والفاسدين،
نحن نطلب الكهرباء اول شعب بالعالم هو الشعب العراقي اللي يطلع مظاهره على مود الكهرباء والماء. شعوب العالم ما تطلع مظاهره على الكهرباء والماء، بس العراقيين يطلعوا هاي الطلبات. نحن هاي حقوق، يعني هاي حقوق مالتنا الماء والكهرباء، بس احنا نطالب العبادي بان نوفر للناصري هاي العطل. كل الناس بطاله، لا شغل لا عمل، والناس خريجين مهندسين خريجين ما متعين. احنا نريد مال شبكه الحمايه الاجتماعيه لازم يوفرها من زمان القانون مالها، يعني صار له من 2014 تعدينا القانون الحمايه الاجتماعيه لحد الان ما منفذ، ينفذون السورات العاطله 420، واحنا نريد من عندكم الكهرباء لازم يستمر، الجسر ما الجسر المناصريه طبعا ايه نريد كلها يسووها. طبعا تبني الشوارع ماكو، خدمات ماكو، ماي ماكو. احنا شو نريد؟ نريد من عندهم يشوفون الناصريه هاي، الناصريه المكافحه اللي قدمت الشهداء وقدمت تضحيات يعني احنا من زمان جاي نضحي، من ايام زمان لحد الان جاي نضحي. نريد حقوقنا من هذا السيد العبادي بان يشوف الشعب ويشوف حالنا ويشوف حال الناصريه والعاطلين وكل. واشكركم. جمهور المظاهرات حقيقه اليوم خرجنا من ناحيه الاصلاح تقريبا تبعد لنا 50 كيلو، خرجنا فجاه لقينا اول مدخل الناصريه صابين حاطين سيطره وهميه تاخير السيارات للمتظاهرين. فسالت الموجودين بالسيطره قلت لهم ليش التاخير هذا؟ فجاوبوني تاخير على مود المظاهرات، على مود المظاهرات، على مود اللي طالعين يظهرون اخرهم ما يصلون ساحه المظاهرات. فقلت لهم ليش هيك؟ فمع كل اسف الدوله ما قاعد تساعد ويانا بالتظاهرات، واليوم احنا خرجنا مظاهرات سلميه ومظاهرات غير يعني مثل ما تقول مو طائفيه، مظاهرات سلميه. اكو بعض الناس قاعد تقول المتظاهرين يسرقون وهذه الشغلات، غير صحيح، انما اكو مندسين من خلال المتظاهرين. حقيقه المتظاهرين هم خرجوا من اجل مطالبهم. ناحيه الاصلاح هي من النواحي الموجوده بالاصلاح، قضاء ناحيه الاصلاح. حقيقه هذا القضاء اللي بالاصلاح لا شوارع لا كهرباء، فما طالبنا المياه والكهرباء الى محافظه الناصريه. محافظه الناصريه هي شافت الضيم يعني مثل ما تقول، وعاشت بالظلم. والشكر والتقدير لحضوركم، والسلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بويا احنا مظاهرة سلمية، لا كهرباء لا ماء، زراعة ما لنا راحت، تأذينا، ولدنا قاعدين بطالة، لا شغل ولا عمل، ولدنا خراجين تعيينات الريد، ولدنا كله خراجين، ولدنا بالمدارس انحرموا، تأذينا، الناصرية تأذت، الصحة اروح لها للصحة، اروح لها اذيب لها 10,000 و15,000 يعطونا حبايه واحده، اروح يقولوا لي روح على حسابك، راتب ماكو، تاذينا، وين نروح؟ ولدنا راحت، امتلفنا، ولدنا كلها راحت بالجبهه، وقلنا ما يخالف، احنا الله اكبر ماكو، احنا حكومه ماكو، الله ينتقم منهم، يكفينا شرهم. ما يخجلون، ما يستحون، بانينا بلوى من ناحي الوالدين، اطلعوا عنا خلينا نعيش، وين نروح؟ رواتب ماكو، تأذينا، تهجونا، الزراعة ما هي، طماطم نشتريها مشترى من الدول، الرقية نشتريها من الدول، كل شيء نشتري من الدول، مو عيب علينا، زراعتنا راحت ليش؟ ليش زراعتنا راحت؟ ليش مطلوبين؟ ماي ماكو ليش؟ ليش ماي ماكو؟ ليش تأذينا؟ رواتب ماكو، ولدنا قاعدين بطالة، والله عيب علينا، والله عيب عليكم، خجلوا اطلعوا، جيتونا من أمريكا قواوة، اطلعوا عنا، اكفونا شركم، شهداء طينا، أنا منطي للشهداء، والله للشهداء منطي، والله للشهداء منطي، والله وأنا شايف رجال عمري 75 سنة، ما يخجلون ما يستحون. هم مدللين، وولدهم مدللة، وسيارات جواهم ومرتاحين، وين نولي؟ وين نروح؟ خلصونا يا حكومة، خلصونا، اطلعوا، الله ينتقم منكم، لعنت الله عليكم، اطلعوا عنا، تأذينا، الشعب تأذى، الشعب جاع.
عمي هاي مظاهراتنا والقرآن ما ما نقعد بعد هنا احنا اعتصامات هنا نبقى ملينا بالعباس ابو فاضل ملينا يعني العالم شو يسوون هيك وين نروح يا دولة الجنسية العراقية طلعونا للخارج عمي العالم شردت والله غرقت هناك يا اللي يطلع يا لاجئ هناك غرقنا والله ملينا ماخذين حساب بحساب بالقرآن ملينا احنا شو نسوي لا ماي لا كهرباء لا طرقاح سودة يعني انت هسه مسؤول ما يقدر يباوع والله كل برلماني يعني الراتب ما يقدر يوزع على هاي الفقرة والله العظيم والله العظيم شو هاي الفقرة يعني خلصت يعني مو هيك ما يصير هيك دولتي يا شايف الوفد اخذها المحامي ولا المحافظ يجي ولا شاردين يجون بالطابق وحسة سلمية احنا ما نريد شيء ابقى ابسط حقوقنا عمي يا عالم يا دنيا حتى المرجعية قالت احسوا عمي ذبوا كراسيكم لو احنا من عندكم وعلى نشيك ملابسنا ملينا الخاطر الله انهيج رحنا ماكو طلعت حتى روحتنا. أنا أحد مواطني هذا الشعب العراقي خرجنا في مظاهرة سلمية إن شاء الله نطالب بالحقوق التي منها توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل إصدار تعيينات لخريجي الكليات إزالة هذه الحكومة الفاسدة المتكونة من أحزاب كل يعمل لمصلحته والقرآن يقول كل حزب بما لديهم فرحون نحن نطالب بإزالة هذه الحكومة الفاسدة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإذا لم تحقق مطالب المتظاهرين في أسرع وقت سوف تأتي هذه الحشود المليونية إلى بغداد وسوف تتجه إلى الكضرة وتزيلهم عن بكرة أبيهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أحد مواطني محافظة ذيقار خرجنا اليوم بتظاهرة سلمية بالمطالبة بالحقوق. نحن لا نطالب بالحقوق، نحن نطالب بالحقوق المسلوبة التي سلبتها الحكومات على مدى 14 سنة الماضية منذ عام 2003 إلى حد الآن. جميع الحكومات هي لم توفر أي شيء للشعب العراقي، والآن يذهب السيد العبادي إلى محافظة البصرة ويجلس مع القيادات الأمنية بدل ما يجلس يعني مع الوزراء الخدميين أو الدوائر الخدمية في المحافظة حتى لإكمال ما هو النقص في الخدمات وما تعاني منه البصرة وذيقار والعمارة وواسط وما هي معاناة المواطنين. يجلس رئيس الوزراء مع القادة الأمنيين وكأنما نحن في ساحة حرب، المفروض يجلس مع مدير دائرة الصحة مدير الدوائر الخدمية ومناقشة الأمور التي تعود وما هي خدمات المواطنين التي متوقفة منذ عام 2003. ونطالب بإقالة الوزراء الفاسدين وليس بإقالتهم فقط، بل نطالب أيضا بمحاسبة الوزراء قبل إقالتهم وما هي الدورات وما هي الأربع سنوات التي مضت على كل وزير ويقدم تقرير بما هو عمل. نحن نعلم أن هؤلاء الوزراء لم يفعلوا شيئاً قياساً من وزيرة الصحة وصعوداً إلى وزير الكهرباء وإلى وزير الموارد المائية. كل مشاكل العراق هي من هذه الوزارات التي هي وزارات خدمية وهرمية وتعتبر في تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي. نطالب من ساحة محافظة ذيقار من هنا بمحاسبة كل مدراء الدوائر على مستوى المحافظة ومحاسبة الوزراء على مستوى الحكومة، ومن الله التوفيق. أربع أيام على محافظة ذيقار يقول يضربون دوار على مدير الدور وعلى مدير الدور وعلى مدار. إحنا بعيدين عن هاي الأمور. الحمد لله شكر عند الله تربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وجراء مجاري ذيقار نطالب التعيين والتثبيت على ملاك الدائم نحن من 2010 إلى حد الآن لم تجي أي فرصة عمل أو أي تثبيت للأجراء. اثنين، احنا راتبنا 80,000. نسأل هل البرلمانيين هل السياسيين موجودين داخل المحافظة أو خارج المحافظة؟
80,000 تكفيه رصيد، 80,000 تكفيه لابنه يشتري بهن للمحل. احنا كل احنا متزوجين. اثنين احنا طلاب وخريجين وموجودين هاي المظاهره السلميه، ونطالب من عندكم التعيين والتثبيتنا على الملاك الدائم. نرجو من الحكومه تفات حيدر العبادي تثبت ان هاي الشريحه كبيره. 700 اجير احنا 700 اجير 700 عائله، يعني 80,000 هاي تكفي. نسالهم. البرلمان اللي يدعي بالدين الإسلام أن ينظر للإجراء ما يقارب 600 أجر يومي في مديرية مجاري ذي قار، يعانون من عام 2010 من الظلم. هنالك حكومة في محافظة ذي قار لا تنتبه إلى أجراء مديرية مجاري ذي قار، لأنهم لا توجد لهم قرابة في مجلس محافظة ذي قار. يعانون، يستلمون مبلغ من المال 80,000 دينار. الله سبحانه وتعالى ما يقبل على هيك ظلم. فئة خريجين ما يقارب 600 شخص، 600 عائلة في محافظة ذي قار يستلم 80,000. نطالب الحكومة العراقية بعد أقرار الموازنة أن يقوموا بتعديل الراتب إلى 350,000 دينار. هذا مطلب أجراء مديرية مجاري ذي قار. شكرا جزيلا لكم.